لا يوجد صباح أجمل من أن يكون صباحكم مليء بالأمل والتفاؤل والمحبة والسلام مشاهدينا، فلتكن صباحاتكم دائما إيجابية. صباح الخير. صباح الخير حي. صباح الخير منا، صباح الخير أعزائنا المشاهدين. المخرج قال بجة وبس وصفن، شنو قصته ما أدري، يعني مو إحنا الصفن، هو صفن، هو دا يشاكس، هو إحنا متعودين إنه بجة وتكون حركة كاميرا بعدين يقول شاكسنا. وبعدين يقول كيو كيو وين راحت ما أدري. أستاذ أمير هاشم تحياتي لك. اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين، نتمنى ان تقضون وقت ممتع معنا اليوم مع فقرات حلقتنا. مشاهدينا كالمعتاد نبدا فقرات برنامجنا بالتعرف على حاله الطقس في بغداد وعموم مناطق العراق لليوم والايام القادمه. معنا على الهاتف المنبأ الجوي اسراء عمر. صباح الخير. صباح الخير ست اسراء. صباح النور. يا اهلا وسهلا اسراء. ما هي توقعات لحاله الطقس اليوم والايام القادمه؟ نعم صباح الخير اعزائي المشاهدين، لكم حاله متوقعه العراق لهذا اليوم. تتأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي من تركيا، ليكون الطقس في كافة المناطق صحوا مع قطع من الغيوم. درجات الحرارة في عموم البلاد ترتفع قليلا عن ما سجل يوم أمس، والرياح الشمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، مدى الرؤية 8 إلى 10 كيلومتر. كانت درجة الحرارة العظمى في مدينة بغداد يوم أمس 25 درجة مئوية، وهي مساوية لمعدلاتها العامة. الأدنى المتوقعة من هذا اليوم ستكون 27 درجة مئوية. الصغرى لهذا اليوم سجلت في بغداد 8 درجات مئوية، وهي أقل من معدلاتها العامة بثلاث درجات مئوية. موعد غروب الشمس في بغداد لهذا اليوم الساعة 6:16، أما موعد شروقها اليوم الغد سيكون في الساعة 6:06. أما نهار غد من المتوقع أن يضعف تأثير هذا المرتفع الجوي بتقدم امتداد منخفض جوي من البحر الأحمر، ليكون الطقس في كافة المناطق بين صحو وغاء جزئي ودرجات حرارة مرتفعة قليلا عن هذا اليوم. شكرا لإصغائكم، مع تحيات قسم التنبؤ الجوي في الهيئة العامة للأنواع الجوية والرصد التربالي في وزارة النقل. تفضل هايدر، جيت انت بعد الاغنيه صدق خلصت. وين هايدر؟ شوف اجواء الاغنيه. والله وعدني اجواء الاغنيه. طب على ابو نواس شوف الازدحام. من الازدحام؟ اوه يلا. والي وين وصل؟ عقيد المرور يعني عقيد محمد على الهاتف حتى يعطينا موقف المرور كالمعتاد. صباح الخير عقيد محمد. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير حيدر. صباح الخير منى. صباح الخير عليكم. صباح محبه والسلام ان شاء الله. اهلا ومرحبا بك عقيد محمد، اعطينا الموقف المرور اليوم في شوارع وتقاطعات العاصمه بغداد. يعني حيدر نبتدي بالرصافه الحقيقه. نعم. يعني في الوقت الحاضر المنقطع موقف بشارع 52، اكو تظاهر لبعض الطلاب امام هيئه التعليم اللي موجوده قريب الجوازات. نعم. يعني اعتقد مطالبهم عن الدوام وعن انخفاض الدرجات، يعني ما اعرف المهم. نعم. اكو قطع موقف الحقيقه تحول سير من شارع 52 باتجاه الاندلس. اتمنى المساهد يريد يسلك الطريق حتى يعرف الناس اكو طريق اخر حتى يسلك هذا المكان الموجود. نعم. يعني قطع اللي موجود. ننتقل الى الطيران باتجاه التحرير، الموقف جيد. تصعد رصافه اليوم يعني الحقيقه بريت احسبها انا، لكن اكو ازدحام كان. نعم. لكن صار في الوقت الحاضر كان تعرف السيطرات تعرف السير. في الوقت الحاضر العاصفة جيد، يعني مداخل صدر بغداد مداخل بغداد، يعني مدخل بغداد واصل. نعم. من جهة الديانة الموقف جيد، الشرق الموقف أيضا جيد، عندنا فقط أعمال أيضا متر أشهر أشهر كتف الأيمن على الوتر الرشيد باتجاه
الدورة أيضا هذا طبعا صار يومين يبلطون وسير خفيف بس ما يأثر إن شاء الله على الجيل لأنه يمين الطريق. باقة تقاطعات الدرجة يعني عندما داخل الثانية اليوم تعرف ارتعاش زيارة فتصير عندما تكون المركبات والمشاهد أيضا. باقة التقاطعات حقيقة الموقف جيد يعني حركة التمور الجالية شهدت نعم أبطى تداخل الصبح من جراء السيطرات لكن في وقت الحرب حركة الجمهور يعني جدا اعتيادي. عقيد محمد أبو نؤاس يعني صار يعني باختناق مروري يعني مفاجئ يعني قبل ربع ساعة يمكن بدأ، ما أعتقد عندك فكرة عن الموضوع لأن صارت فجأة الصراحة، قبل قليل كان يعني الطريق سالك. فعلي نتمنى أن تعالجون هاي المسألة، تبعثون بدراجة مرورية أو أي إجراء آخر يعني لتسهيل حركة المرور، يعني باعتبار أنه ساحة التحرير هي قافلة من يوم الجمعة لحد الآن، كثافة مرورية شديدة فعل التفتيش، فبالتالي المسلك الوحيد يمكن اللي يبقى بشوية سهولة ويسر بتنقل المركبات هو أبو نواس. والآن أيضا بدأ الطريق يعني شبه غلق يعني به سيارة بعد سيارة. نعم المخرج يقول لي تتباوع عليه منين عندنا كاميرا الصورة، عيوني كاميرا يعني هي تبدأ أشوفها. نعم يعني أحيانا من يصير نعم تبدأ على أبو نواس ظاهر أصل سيطرة مفاجئة حتى يضبطون لأنه هذا المحور ومحيط التحرير محيط يعني الاعتصامات عبر الجسر، فإن شاء الله راح أتصل مباشرة بعد ما خلص الجنابة السيطرة حتى يوجهون دراجة أبو نواس نعالج الموقف. يعني إن شاء الله هذه السيطرات مفاجئة هي ما أعتقد أنه ثاني معرسل. نعم تمام سيادة العقيد شكرا جزيلا لك. مشاهدينا تعد الحمى روماتيزمية من أهم أنواع روماتيزم الحاد وهي أكثر ما تصيب الأطفال، إذن من The Voice الأطفال إلى أمراض الأطفال والعياذ بالله. إذن الوقاية والتحذير من هذا المرض معنا على الهاتف الدكتور عباس سعيد. صباح الخير دكتور عباس. صباح الخير دكتور عباس. صباح الخيرات عليكم وعلى العراق العظيم وعلى قناة المدى الرائع. أهلا بك دكتور. هل الروماتيزم مرض منتشر عند الأطفال؟ طبعا ابتداء حقيقة السلام لكم ولجميع أطفالنا بالعراق. آمين. في هذا الصباح الجميل على العراق إن شاء الله صباح مشرق. آمين. بالأمل والتفاؤل لجميع العراقيين. المرض الروماتيزم حقيقة يسمى الالتهاب المفاصل الروماتويدي الشبابي. وحديثا أطلق عليه التهاب مفاصل الأطفال والمراهقين اللي هو غير معروف اللي هو الجوفنايل روماتويد أرثرايتس أو الجوفنايل إيديوباتيك أرثرايتس. حقيقة هذا المصطلح الكلمة الروماتيزم مقلقة جدا للعائلة، مقلقة ومرعبة لأنه تعطي انطباع أنه هذا مرض مزمن وراح يسوي تلف ويسوي كثير من المشاكل. هو قد يكون غير منتشر ولكن هو موجود وبنسبة ليست بالقليلة. نعم نعم. طيب شنو أسباب دكتور أسباب الإصابة بهذا المرض؟ حقيقة ابتداء يعني يصيب الفئات العمرية اللي هي دون 16 سنة، وعادة يكون التهاب مفصل يكون مفصل واحد وعلى الأقل عادة لمدة 6 أسابيع متتالية حتى نسميه التهاب مفصل رثوي، وعادة يسبب ألم مع قلة حركة مع تورم مع تحدد بالحركة مع التحديد بحركة وحرية حركة المفصل، وعادة يصيب مفصل عادة واحد ويتركز به وقد يسبب تلف في ذلك المفصل. نعم. طيب دكتور هو على عدة أنواع الروماتيزم أم نوع واحد بالنسبة للمرض اللي يصيب الأطفال فئة الأطفال تحديدا؟ لا هو طبعا هو يعني أولا ابتداء هو غير معروف السبب غير معروف السبب، وهو عدة أنواع قد يرجع الأنواع مالته كان يكون أصيب بمفصل واحد أو مفاصل متعددة. نعم. وكلمة روماتيزم قد تكون هو التهاب المفصل، وأدنى أيضا مرات نسمعها يعني الأهالي حتى يسمعون أدنى الحمى الروماتيزمية. نعم الحمى الروماتيزمية يصير بعد التهاب اللوزتين واللي يصير أيضا نصيب المفصل مع القلب مع النظام المناعي مع الجلد. أيضا هذا اتجاه آخر. فيما يخص أسبابه الأمور الأمور اللي تزيد من خطورة حدث الروماتيزم عند الأطفال اللي هي العامل الوراثي، لأنه كثير من العوامل الوراثية تكون لها السبب في المسألة إنه انتقاله من 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 جين إلى آخر، وأيضا النمط النسيجي اللي يسموه HLA أيضا وبها أنواع معينة أرقام معينة قد
يعني اتش ال اي اكو دي ار 5 او دي ار 4 اللي هن ذني، لكن يبقى السبب الرئيسي حقيقه غير معروف. نعم. غير معروف. دكتور عباس، كيف يتم علاج الروماتيزم الاطفال؟ يعني هل هو مرض ايضا يستمر مع الطفل، ام يمكن انه يعني الواحد يمكن انه يتجاوزه بعد مرحله الطفوله او بعد العلاج؟ حقيقه احنا من يعني من نبدي اولا من شخصنا المرض. نعم. عرفنا الاسباب مالته، هل هو كان التهاب المفاصل الشبابي او نعم. التهاب المفاصل المجهول السبب، او له علاقه بالمناعي، او ربما الحمى الروماتيزميه، ونعرف الاعراض مالته. نعم. الاعراض مالته اللي عاده تبدي التهابات مثل ما قلناها، وممكن يكون تعب، ممكن تكون فشل بالنمو، ممكن تكون طفح، ممكن تكون اضطراب بالجسم، ممكن تكون اختلال بالعقد اللمفاويه، ممكن تكون تضخم بالكبد والطحال، ممكن التهاب بالقلب. كل هذا من خليناها ضمن التشخيص، وخلينا الاعراض مالته، قعدنا ويا العائله، حددنا شنو هذا المرض، يبقى ندي بالعلاج. نعم. حسب سبب المرض مالته راح نقدر نقول انه هذا متجه باتجاه. اغلب الاحيان كيف نشخصه؟ قد نضطر انه نسحب جزء من السائل اللي محيط بالمفصل، فنسوي له تحليل يعني نسميه تحليل كيميائي. نعم. نشوف نسبه الكريات الدم البيض اللي موجوده به، نسبه الزلال اللي به، ونسوي له زرع. فعلى ضوها ننطي مسكنه مال الام، وننطي مضادات حيويه، واغلب الاحيان ما يترك تلف يعني، واذا تعالج بصوره صحيحه حقيقه تنتهي انه يطيب المريض وما عنده اي مشكله. طيب بالنسبه للنصائح اللي ممكن ان نقدمها للاهل اللي ابنهم يعاني من هذا المرض، كيف يتعاملون معه؟ اكو فد نظام غذائي معين ممكن ان يتبعوه يساعد على الشفاء من هذا المرض؟ اشكرك على هذا السؤال الجميل. حقيقة انه احنا من عرفنا حددنا الاسباب. نعم. وقد شنو نقول للاهل؟ اول شيء نتجنب الاشياء المسببة، يعني الاشياء مثلا استخدام الادوية في غير محلها. من يكون الطفل معرض للانفلونزا او التهاب اللوزتين. نعم. نبدي ما نستخدم الادوية بصورة عشوائية، لانه هو حقيقة المرض غير معروف الاسباب. ويلجأ للجهاز المناعي. فاحنا ليش ندخل نفسنا وطفلنا في بوابة حقيقة معتمة؟ نعم. احنا شو نسوي؟ باستمرار الطفل من يشوف عنده فد اعراض بسيطة اللي هي مثل ما قلت السعاني، ممكن تكون بداية عقد لمفاوية، طفح جلدي، او حمى عالية. نعم. او ارتفاع بكرات الدم البيض، او تشوف الطفل حركته الصبح مقيد، يقوم رقبته ما يقدر يحركها، ايده ما يقدر يحركها. اتوجه لاقرب مركز طبي صحي. حقيقة ان مؤسساتنا الصحية تحاول تقدم خدمة جليلة في المسألة هذه. نعم. خلال توفير كافة التحاليل. أنا كمدير مؤسسة تقريبا وفرنا كل التحاليل المطلوبة، من أجل أنه حقيقة مريضنا من يدخل المؤسسات الصحية معافى، نستقبله بالترحاب ونقدم له كل الخدمة الطبية، ويطلع ابنه بكامل صحته من خلال تشخيص صحيح ومن خلال إعطاء العلاج الصحيح. نعم دكتور عباس عويد، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا لك دكتور. حبيت المشاهدين، انطلق أمس الثلاثاء المؤتمر العلمي 15 تحت شعار لغة الفن، الخصوصية والعولمة، الذي أقامته كلية الفنون الجميلة ببغداد. وقد أعلنت الهيئة المشرفة على المؤتمر بمشاركة واسعة لأقسام الكلية وأساتذتها من المناقشين والباحثين المشاركين في تقديم بحوثهم العلمية الجديدة، لتكون كلية الفنون الجميلة صرحا علميا وفنيا وجماليا وحتى فلسفيا متقدما، يرفض المجتمع الناهض بكوادر الإبداع لكل قطاعات الثقافة والفنون باختصاصات متعددة. عن هذا المؤتمر أعد لنا الزميل أنس عادل هذا التقرير. صباح الخير عليكم مشاهدينا الأحبة. كلية الفنون الجميلة في كل سنة تقيم مؤتمرها العلمي بهدف تحقيق الفائدة. هذه السنة المؤتمر العلمي يحمل عنوان لغة الفن بين الخصوصية والعولمة. عدسة المدى كانت حاضرة وتابعت التفاصيل.
افتتح المؤتمر 15 لكلية الفنون الجميلة من ساعة، وكانت الجلسة الأولى، وكان يعني البحث الأول للدكتور سعد، وكان المعقب الدكتور حسين. وأنا أعتقد أنه الشخص المعد بشكل صحيح هو ما تخيف العولمة، بالتالي يعني هو احنا ايضا جزء من العالم، يعني احنا ما معزولين عن العالم، يعني نتواصل مع العالم يوميا وبأدواتنا التكنولوجية وبأدواتنا الذهنية وبأدواتنا الثقافية. فبالتالي الثقافة العربية لها أثر بالثقافة الفرنسية، الثقافة الفرنسية لها أثر بالثقافة اليابانية، وهكذا هو عولمة. رغم أنه مع الاحتفاظ بالخصوصية، لأنه الخصوصية بالمحصلة النهائية تؤدي إلى عولمة، يعني هسه كل المواضيع العظيمة في العالم هي نشأت من محلية، نشأت من الذات، نشأت من الخصوصية. اليوم كلية الفنون الجميلة تعقد مؤتمرها العلمي السنوي الذي يتضمن بحوث عديدة في مجالات الفنون المختلفة، الفنون المسرحية والسمعية والمرئية والفنون التشكيلية والفنون الموسيقى. طبعا اليوم كانت الجلسة الأولى، قبلها طبعا لابد من أن نشيد بأنه إقامة مؤتمر علمي في مثل هكذا ظروف بالغة التعقيد سياسيا واقتصاديا وحتى أمنيا هو شيء يحسب لكلية الفنون الجميلة، هذا الصرح العلمي الثقافي الفني الكبير الذي سنحتفل في العام القادم باليوبيل الذهبي لتأسيسها، يعني 50 عام. فعن نقيم مؤتمر علمي في ظل ظروف التقشف والاقتتار التي تحولت إلى سلاح كاتم للصوت الثقافي والعلمي كما في بعض المفاصل الحكومية، أعتقد هذا شيء يحسب. أصبحت العولمة واقعا راهنا وحتمية لا بد منها، لا يمكن نفيها أو رفضها أو التغاضي عنها. فأين نحن منها في المسرح العراقي؟ الفنان العراقي يسعى إلى التجدد، يسعى إلى التطور على مختلف الأصعدة، على المستوى الفكري بمعنى المنطلقات الفكرية التي ينطلق منها في اختيار النص المسرح، ألا تلغي الخصوصية. المخرج العراقي لديه خصوصية وتصورات مسرحية في ظل العولمة. حضرتك كمختص وأكاديمي في المسرح، ما سبب تدني واقع المسرح اليوم؟ ليس هنالك التدني. نعم احنا عندنا إمكانيات متواضعة في التكنولوجيا وباستطاعتنا، يعني ما تكلف مبلغ أن نستورد هذه الإمكانيات التقنية، ولكن ليس الهدف التقنية، التطور ليس في التقنية فقط، الفكر أولا، هذا ما يؤكد المنظرين في المسرح، يعني على رئيسهم الروسي سفولد مايرهولد يقول الفكر أولا. الفكر لا يوجد لدينا فكر؟ الأفكار عظيمة عندنا، الموضوعات عظيمة عندنا، نعم نحتاج التقانة، احنا هذه ما هي صعبة، عندنا إمكانيات تقانة. قلت لك احنا في مسرحية فيسبوك اللي أخذتها أنا عينة بالمسرحية، هذه الفيسبوك وسيلة عالمية، احنا من خلالها طرحنا قضية شاب عراقي مثقف متعلم يريد يجي فرصة عمل، يريد طالب بحقوق بسيطة، مو يعني طالب بالإصلاح أيضا، مو بال يعني هذه المطالب هي من حقه كديمقراطية وكحرية كشعارات يريد يحققها، فمن خلال الموقع من خلال الهاتف النقال ومن خلال البث الحي قدر يوصل هاي الطريقة، مالته كاميرا موجودة تبث داخل الصالة، صور الجمهور وصور الممثل إذا ينقل هاي معاناته عبر شاشة فيسبوك، عبر يعني متجاوز الحدود وهي هاي العولمة. أكو قضية الآن مهمة، الآن العالم كله في تطور كبير، مثل ما يقال العالم هو قرية صغيرة، احنا شئنا أم أبينا هي العولمة مو جاية وإنما أتت وأثرت بشكل كبير على كل المجتمعات العربية، لكن
نحن لا نأخذ القشرة فقط، هذا اللي نقوله، نحن نأخذ المضمون. يعني لا يجب أن نجعل من العولمة هي خصوصيتنا وهي تمسح كل شيء، لا، وإنما ننطلق من خصوصيتنا إلى العولمة. كيف نستفيد من هذه العولمة في مجتمعنا إحنا العربي مو فقط العراقي؟ كيف ممكن أنه نجعلها في كثير من الأشياء، هذه التقنيات، هذه الإبداعات الكبيرة في العالم، كيف ممكن أن نستخدمها إحنا في مجتمعاتنا العربية ونجعل منها شيء آخر يناسب خصوصيتنا الشرقية ويناسب خصوصيتنا العربية؟ ونحن نتمتع بفكر وذكاء كبير. يعني قبل فترة قصيرة قرأت أنه العراق يحصل المرتبة الأولى بالذكاء، شبه مهمش، يعني شبه مهم. هو هذا اللي نقول عليه. ليش اجى التهميش؟ جاء التهميش اولا من عدم اهتمام، جاء التهميش من النظره انه في الكثير من البلدان ينظرون الى المجتمع الشرقي لا زال، وحقيقه بعضهم ينظرون له بنظره متدنيه، المجتمع لا زال متخلفا، ولهذا السبب يعتبرون انه مثل هكذا تطور علمي راح ياتي الينا بالكثير، في حين العكس، نحن لدينا هذه أفكار الآن، ولا زال العالم يعيش على كل الحضارات، حضاراتنا إحنا الحضارات. يمكن أن نصحح الصورة، نصحح الصورة في أن كيف ممكن أن نستخدم هذه العولمة في جعل خصوصيتنا العربية العراقية مهمة. شكرا جزيلا. يحذر الأطباء من الأمراض اللي تنتشر في هذا الوقت من العام اللي يتأرجح فيه المناخ ما بين ارتفاع وانخفاض درجات الحرارة مع الرطوبة العالية الأجواء المغبرة، وأكدوا أن أمراض الجهاز التنفسي من أكثر الأمراض انتشارا في فترة الانتقال بين الفصول، فيما تتسع دائرة الإصابة بها في الأماكن المزدحمة والمراكز التجارية والمناطق السكنية المكتظة، ويصاب بها بشكل خاص الأطفال كبار السن الذين تقل لديهم المناعة الكافية لمقاومة الأمراض. عن هذا الموضوع مشاهدينا نستضيف الدكتور علي إسماعيل. صباح الخير دكتور علي، ما هي أبرز الأمراض الجهاز التنفسي في هذا الوقت تحديدا من السنة، وخصوصا للأطفال والكبار في السن؟ وأيضا أنت تعرف دكتور، إحنا يعني أعتقد أنه أجواءنا وبيئتنا هي غير صحية مع الأسف، أو هي غير مناسبة كالسابق. يعني ممكن أنه هي تكون صحية 100% لو إحنا اعتنينا بها، لكن إحنا ما معتنين بها، فبالتالي هي راح ترجع لنا بالسلب علينا. السلام عليكم ورحمة الله. السلام. أول شيء بصراحة الكل يعرف أن اختلاف درجات الحرارة هو أحد الأسباب الرئيسية بالعديد من الأمراض، خصوصا عند الأطفال وخصوصا لمرضى الحساسية. نعم. فإحنا هسه مقبلين على موسم صيف، وصيفنا حرارته حادة، موسم جاف مع غبار، غلاط غبار. فهذه الحرارة العالية تأثر بصراحة على الجهاز المناعي التنفسي للإنسان سواء طفل أو كبير. أيضا حتى الربيع دكتور. الربيع بسبب وجود حبوب الطلع أو اللقاح، فأيضا سبب الحساسية. لكن هسه الموسم راح يجي تراب، عندنا جونا مغبار مثل ما حضرت. إحنا راح نستمتع بالغبار هذه السنة مثل كل عام يعني. الحمد لله. فيكون بصراحة أسباب رئيسية، يكون هذا التغيير بالجو سبب رئيسي مثل ما قلنا بعديد من الأمراض الحساسية وأمراض أيضا الالتهابات الفيروسية. أكو فد نقطة مهمة، يعني هو الناس ما يعني تجهل، تقول هو الانتقال من الجو الحار إلى البارد هو اللي يسبب الأمراض. هو أي انتقال من أي درجة، من درجة باردة إلى حار أو العكس، هي تسبب الأمراض. صح. بصراحة السبب اللي الناس لازم تعرفه هو الاختلاف درجات الحرارة تقلل الجهاز المناعي الأولي عند الإنسان. احنا اكثر الناس يتوقعون بانه الجهاز المناعي هو فقط الخلايا الموجوده بالدم اللي تقاوم البكتيريا. لا، لكن احنا اكو جهاز منتشر. صح بالضبط، الجهاز المناعي هو نعم. منتشر بكل الجسم مثلا. يعني هو اكو بعده مراحل، اكو الجهاز المناعي الاولي اللي نقصد مثلا الجلد. صح. هو يعتبر احد الاجهزه المناعيه، فالشخص مثلا اسم الله من ينحرق يحدث يصير بالتهابات، فهو هذا شنو جهاز وقائي.
عندنا تغيير الجو يؤثر على الاغشيه المخاطيه التنفسيه، فيسبب عندنا نوع من التشققات داخل الاغشيه المخاطيه، ما يسمح بطريق تدخل عنا هذه الفيروسات وهذه الجراثيم بصراحه. فالوقايه احنا اهم شيء تكون حسن التعامل مع تغييرات الجو، يعني احنا بس اول ما تغير الجو شويه صار حار، بدا التبريد ينفتح وال بدينا نلاحظ انه ايضا دكتور يعني مثل ما تفضلت، بس تغير الجو بداوا الناس يشربون مي بارد بالضبط، بداوا يحطون ملابسهم، يشغلون التبريد وغيره من هاي المسائل نعم. فبالتالي هذا التغيير المفاجئ بطبيعه الملبس، بحتى شرب الماء، نوع معين من الاغذيه، كيف راح يكون تاثيره؟ التأثير راح يكون قلنا زيادة الالتهابات، صارت نعم. الطريق للفيروسات والبكتيريا بأن تدخل داخل الجسم، فنلاحظ راح تنتشر عندنا الانفلونزا هسه مرة ثانية راح تنتشر، بالرغم من الانفلونزا هي موجودة بالشتاء وبهيج مواسم أيضا تكون الانفلونزا جدا قوية بصراحة. أمراض الحساسية مثل التهاب الجيوب الأنفية، حساسية القصبات، حساسية الربو، أيضا عندنا بعض الأمور المهمة راح يبدي جفاف الأغشية المخاطية مع الجو الحار. نعم. فنلاحظ كثرة المصابين بالرعاف أو نزيف الأنف. نعم. هذه أحد الأسباب. فحسن التعامل مع متغيرات الجو هو نوع من الوقاية من الأمراض. هي وقاية خير من العلاج يعني. أكيد هي لحد الآن دكتور أنت ما ذكرت علاج مثلا، أو لازم أنه المرضى يأخذون علاجات أو أكسجين، يروح المستشفى إلى آخره، يتعاطون مثلا أدوية، حبوب، شرابات، أبر إلى آخره، إذن هي وقاية يعني. هو أمراض وتغييرات أو بسبب تغييرات هو أكثرها وقاية وتحافظ. نقدر إحنا كل إنسان بصراحة يقي نفسه من هذه الامور، يعني مثلا الصبح الجو بارد يلبس ستره ويطلع. طيب هاي مقدور لها دكتور. نعم. بس يعني احكي لي دكتور شلون راح يتوقون اللي عندهم التحسس يكون كلش عالي بالقصبات، وايضا حتى عندهم تحسس الربو، انت ذكرت حساسيه القصبات وامراض الربو، مو بس هي هذه، احنا عندنا امراض الجيوب الانفيه التحسسيه، يعني الجيوب الانفيه عندنا العيون والعيون مثلا يكون عنده حساسيه عامه بصراحه، بس مثلا احنا كاختصاصنا انف واذن وحنجره يعني راح نشوف هسه تبدي هذه الايام يزيدون امراض الجيوب الانفيه التحسسيه بصراحه، فراح يبدون يزيدون عندنا. زين هذول شنو علاجهم يعني؟ ايش راح يسوون مثلا؟ شنو وقايتهم عفوا؟ اول شيء احنا ننصحهم اول شيء اكو اشياء وقائيه، وبعدين ندخل بالعلاجات. كمامات مثلا يعني؟ اول شيء نحذرهم من انتقال المباشر المفاجئ من جو حار الى بارد. أوكي. الابتعاد عن المهيجات التحسسيه، يعني الروائح القويه، المنظفات، العطر القوي، المنظفات، التدخين، يعني اكو مرضى يقول لك انا ما ادخن، وتتفاجئ يقول هو يشرب نرجيله، بس يعني يقول لك انا هذا مو تدخين. بالعكس تعادل اصلا التدخين والسجائر. فهذه نوع من بعض انواع الطعام، يعني دائما ننصحهم الابتعاد عن الاكلات الحاده الحاره مثل الفلفل الحار، الفلفل الاسود، البهارات القويه، الطرشي وتبعاتها، يعني السبايسي يعني خلينا نقول. تمام. هذا ايضا. بعدين تبدي مرحله يعني، وايضا حاول ان الجو تراب، حاول بس كمامه، ولو هي الكمامه بصراحه مو ذات فائده لانه تبقى ذرات الغبار تفوت من خلالها ويقدر يستنشقها ويتاثر بها. فتبقى اي ما راح تقلل على الاقل يعني؟ هو احنا ننصح بها. طيب صراحة الحل شلون يعني؟ الحل بانه تعرف انت جونا يعني دائما ما يمر اسبوع حتى الكمامه ما تنفع. مرات كنا نقولهم يستعملون دبل كمامه، كمامتين ممكن ان يستغل، بس هي بالحقيقه ذرات الغبار تبقى تقدر تنفذ عن طريق هذه على الاقل تقلل يعني. بس ممكن ان تقلل بصراحه. طبعا في موسم الربيع ايضا هاي حبوب الطلع ممكن ان تسبب الحساسيه، فنحاول نقولهم تبتعدون عن الحدائق، تبتعدون عن المزارع. بعض الاحيان يعني ولو هو مو مرتبط بالموسم، بعض الاعمال يعني هو عمله او وظيفته بها تماس مباشر ويا الاشياء المهيجه الحساسيه مثل الخباز، الحلاق، الحداد ايضا، الحداد، النجار ايضا مثلا، النجار هاي الروائح مال ثنر وما ثنر ممكن هاي كلها تهيج. نعم. الحساسيه. صح. المشكله بانهم من تقول لازم هذه شرط يعني حتى يتعالج، شرط رئيسي لازم يترك المهيج اللي هو عمله. صعبه المريض من تقول له اترك عملي، قلت لا ابقى اخذ دواء وشي ولا اترك عملي بصراحه. طيب الدواء هنا يعني حل برايك دكتور؟ الدواء هو مؤقت يكون بصراحه. يعني احنا نستعمل مضادات الحساسيه مثل الالارمين او اللوراتيدين او الانتيهستامين، بها نسبه منوم يعني بها نسبه منوم. طيب وش قد يقدرون ياخذوها مثلا طول العمر يعني؟ هل هو من المعقول؟ هي مو غير معقول طبعا، فهي فقط عندما تبدا اكو قسم صراحه قاموا ياخذوها قبل ما يبدي موسم الحساسيه.
كشيء وقائي. واكو بعض الاخر لا، عند تبدي حساسيه عندهم بعد استشاره الطبيب ياخذون هذه المضادات الهستامين. نعم. يبدون مع اذا صار عندهم التهابات بكتيريه ياخذون معها مضاد حيوي. وبالحالات الشديده جدا بصراحه نستخدم الكورتيزون. طبعا الكورتيزون جدا فعال ضد الامراض الحساسيه، لكنه فقط مهدئ يعني مو علاج. هو مهبط للمناعة بصراحة. مثبط. نعم. ويهبط المناعة بتأثيرات جانبية يعني نعم. هواية سمنة وأيضا يأثر على القلب صح؟ يسبب سمنة، ارتفاع الضغط. هواية المناعة تقل عموما. هو شنو هذه الحساسية؟ هو تفاعل يعني جهاز المناعي ضد الجسم، هي الحساسية. الجهاز المناعي لو عرفنا الحساسية دكتور شنو تعريفك لها؟ الحساسية هو عدم انتظام الجهاز المناعي، عرفت يعني؟ فيكون الجهاز المناعي يفرز مضادات حيوية على الجسم نفسه وما يؤدي إلى تكسير بعض الخلايا وإنتاج مادة نسميها الهستامين اللي هي هذا السبب لنا الحساسية بصراحة. فهو لازم أكو يكون مسبب اللي هو المادة الغبار. احنا نبتعد عن المسببات. هو أهم شيء الحل الأمثل للحساسية هو الابتعاد عن السبب. طيب تكلمنا دكتور هذه كل انواع الحساسيه اللي ذكرتها هل هي تعتبر من حساسيه الدم ولا حساسيه البشره او الجلد؟ هي اصلا هي ماكو احنا نقول بصراحه كل انواعها. هو حساسيه بالدم، هو الخلايا موجوده بالدم فتتكسر البلازما سيلز نسميها تتكسر. نعم عفوا. تفرز ماده الهستامين. الهستامين هي اللي تسبب هاي الحكه بالجسم، تسبب الرشح، تسبب احمرار العين، تسبب ضيق بالنفس فحسب درجاته. طيب دكتور ايضا الاختلاف المفاجئ يعني بالجو ممكن ان يسبب تهيج الجيوب الانفيه. نعم. يعني فهنا كيف راح نتعامل معها بهيك حاله سواء من ناحيه الوقايه او من ناحيه العلاج اذا ما حصلت؟ هو التهاب الجيوب الانفيه التحسسي او الناتج بسبب الحساسيه هو احنا اول شيء يا ريت الناس ترى تسمع جيوب انفيه بس شنو معناتها؟ ما تعرف شنو الجيوب الانفيه يعني. الجيوب الانفيه تقصدهم التجاويف مثلا الجيوب الانفيه يعني حسس اللي هي شنو هي الجيوب الانفيه هي عباره يعني عن غرف او جيوب موجوده داخل الجمجمه حول العين والانف. لها وظيفه كلش مهمه. يعني واحد يقول لك ليش عندي جيوب شنو استفاد من هذا؟ وايد ناس شلون زين فيعني هو يقول لك شنو يعني يسالك لك شنو اوكي ممكن توضحها دكتور. فمن اهم يعني وظائفها او فوائدها هي عندنا اول شيء تخفف وزن الراس لانه هي عباره هي اصلا مليانه بهواء فالهواء يخفف وزن الدماغ والراس ثقل الراس يخف. نعم. تعتبر هي كخزان لرنين الصوت يعني انت من تحكي ما يصير عندك رنين بالصوت. يمكن اهل الصوت او مهندسين الصوت يعرفون بهاي الشغله لانه الصوت من ينتقل على بالعظم يصير به رنين اتجاه. فانت ليش ما تسمعها او غيرك ما يسمعها؟ لانه اكو هاي الجيوب الانفيه عباره عن وسائد هوائيه تمتص هذا الزخم من الصوت او الترددات الصوت. عندنا الوظيفه طبعا وظائف هوائيه بس المهمه اللي نذكرها تعتبر كمصدات او عوادم صدمات للمضغ يعني انت من تاكل ما تسمع ما يرج يعني ما يصير عندك رجه او نعم. فهذه هي وظائف الجيوب. الجيوب تكون متصله عن ويا الانف عن طريق فتحات فهاي الافرازات مالها وين تروح؟ الى الانف وتطلع الى الخارج او فالحساسيه شنو دورها بهذا الوضعيه الاليه الطبيعيه للجيوب؟ هي تسبب انسداد بهاي الفتحات اللي تربط بين الجيب الانفي والانف. طيب. لانه الحساسيه مثل ما نعرف تسوي نوع من التضخم او تورم بالانسجه. فتبدي الافرازات تتجمع عندنا وين؟ تنغلق هاي القنوات. تنغلق القنوات، الافرازات تتجمع وين؟ داخل الجيوب الانفيه. فتبدي تكبر هاي الافرازات فتسوي ضغط على منطقه نعم. الوجه نعم. فاحنا دائما حتى ما نوصل هيك مرحله تبدي تتضخم تنسد الفتحات فقلنا الوقايه طرق الوقايه اللي بنعدها نفس كاي حساسيه نعم. زين بالاضافه الى اخذ العلاجات طبعا عندنا علاج تحفظي دوائي وعلاج جراحي نعم. العلاج التحفظي هو يعني استعمال مزيلات الاحتقان على شكل بخاخ او على شكل حبوب. الكثير من المرضى ايضا نقطه مهمه كثير من المرضى يرتاحون على هاي مزيلات الاحتقان بس مو كثرتها ايضا فهو يبقى يستعملها شهر وهذه يعني كارثه عليه بعدين يقوم ما يستفاد منها. تسوي تغييرات نسيجيه داخل اذا شهر هو في حاله شهر هو في حاله احنا ننصح المريض خمس ايام هو اصلا لازم تستخدم خمس ايام
أو 7 أيام بالزايد، نعطي فترة راحة في أسبوع 10 أيام أسبوعين شهر، ممكن من بعدها يعيد العلاج، يعيدها بفترة نفس الفترة. نعم. لكن الكثير من المرضى يرتاح، هي مريحة جدا، من غير ينفتح خشمه يتنفس إيه بلحظتها بس مو يظل مستمر عليها، يستمرون عليها. بالتالي تولى تغييرات نسيجية يعني صعب تتعالج بصراحة، أو يعني تتطور الحالة عند أكثر ما هو يستفاد منها. بالإضافة طبعا المزيلات الاحتقان ممكن تغطيها عن طريق البخاخ أو عن طريق الحبوب. نعم. تستخدمين المضادات الحيوية حتى تنهين الالتهابات البكتيرية الثانية، بالإضافة إلى استعمال في بعض الأحيان ننطي الكورتيزون مع مضاد حيوي على شكل قطرات أو بخاخ. والشيء المهم أيضا هو استعمال مسكنات الآلام بصراحة. حاليا يعني كنا نستعمل يعني خصوصا لمرضى الحساسية، أكو يعني بالفترة الأخيرة يعني عندنا دول المونتولوكاست واللي يحاول يعني يقلل من تأثير من الحساسية، نوع من الوقاية، ينطي المريض وقاية. طيب دم. طيب دكتور علي، التهابات الحنجرة أكيد. نعم. تختلف يمكن عن التهابات. نعم. العين، التهابات العين تختلف أكيد عن التهابات الجهاز التنفسي إلى آخره. نعم. لو تكلمنا عن التهابات العين وتحسس العين أيضا. نعم. لو تكلمنا عن الحنجرة، ماذا يفرق هذا عن هذا، وما هي يعني الوقاية من هذه الأمراض تتعرض لها الأجزاء من الجسم؟ هو بصراحة بالنسبة لأمراض أمراض العين أو حساسية العين، هي هذا يعني بصراحة مفروض يخوض بها طبيب أخصائي العيون. بس هو مثل ما قلت لك، هو كأي مرض حساسية يعني، عرفت علي شلون؟ أما بالنسبة لأمراض الحنجرة خاصة التهابات الحبال الصوتية، أكو شيء كلش مهم عندنا. طبعا هو السبب الرئيسي بالتهابات الحنجرة هو التدخين رقم واحد، وسبب معروف يعني حتى على باكيت الجقايه خلينا نقول. نعم. سبب في سرطان الرئه فهو احد الاسباب الرئيسيه بسرطان الحنجره هو التدخين. يعني التدخين مثلا هو مسبب مثلا لو الاكل، لو البيئه، لو الكيمياويات، لو الانفجارات يعني. لا صلى اي يعني دكتور اكو شيء مثلا احنا راح نجي نقطه نقطه. السبب الرئيسي عندنا التدخين. طيب السبب الثاني عندنا سوء استخدام الصوت، يعني اكو هذول اللي يصيحون دائما يصيح، او مثلا بالسوق حاجه ب 1000 وب 2000 و 3000 وش يسمى. فهاي المغنيين نفسهم عنده حفلات وعنده دائما يعانون، دائما عندهم عمليات وعندهم عمليات اذا هذا يسبب التهاب. نعم. الحبال الصوتيه، التهاب الحبال الصوتيه. نعم. هو الحبال الصوتيه جزء من الحنجره. تمام. عندنا يعني فممكن يسبب مثل العقد او زوائد لحميه في الحبال الصوتيه اللي دائما تشوف المغني يقول لك مسوي عمليه وش يسمى. عندنا يكون شيء ثاني الاسترجاع المريئي. نعم. او الم المعده. فاحد الاسباب الرئيسيه لالتهاب الحنجرة. يعني المريض ينام فيصير عنده استرجاع معدي. نعم. الى يوصل للحنجره، فمرات نقول له عندك حرقه توصل. اذا هي المشكله هنا بالمرء والمعده، يعني لازم يعالج المعده اللي هي بيت الداء كل الامراض، فخلاص راح يتمكن. يعني احنا كثير من الاحيان نوصل. نعم. للمريض دواء معده لالتهاب الحنجره، يتفاجئ المريض يقول انا حنجره. نعم. جابها على معدتي. ممكن ان يكون سببها. فيكون اكو اسباب اخرى عندنا، نفس التهاب الجيوب الانفيه تسبب فد افرازات تنزل. نعم. من خلف الانف الى الحنجره او الى البلعوم، فتسبب هذه الالتهابات او التحسسات الموجوده. نعم. ان شاء الله دهمنا الوقت المواطنين يكونون على درجه كافيه من الوعي، يتعاملون مع تغير الطقس بحكمه، ويكونوا استفادوا بالتاكيد مثل ما قالت منال هاي المعلومات. شكرا جزيلا على تواجدك معنا، فرصه سعيده. اهلا وسهلا. أحبتي، أما أن تراه حتى تشعر بقلقه المتسرب من عينيه كائنا مهوسا بالسينما فوتوغرافيا تتلمذ على يد أب ماهر علمه سحر الضوء والظل فأدمن الاقتناص، اقتناص اللحظة المذهشة، درس السينما وأبدع فيها. ضيفنا في الاستوديو المخرج الشاب ملاك عبد علي. صباح الخير ملاك. صباح الخير ملاك. صباح الخير عليكم على قناة المدى وعلى المشاهدين جميعا. أهلا بك، أنت تقتنص اللقطة واللحظة وتقتنص كل شيء جميل، وهذا بالتأكيد يحسب لك. عبد علي فنان فاز بأكثر من جائزة في مهرجانات دولية، وأيضا هناك لك عراب بالتأكيد، من هو عرابك؟ وأيضا كثير من الأسئلة، لكن خلينا نشاهد سوية أنا وأنت وحيدر المشاهدين جزء بسيط من الفيلم، ومن بعدها راجعين.
هاي الحرب دقت على طبولها مرة ثانية وتغني اغنيتها المشهورة احنا مشينا للحرب تلم عليها الزلم والموت مثل الكاولية بلا خجل وترقب. ام صباح هاي الكاولية اللي اسمها حرب اخذتني منك مثل ما اخذت كل الزلم من نسوانهم. اخاف على صباح باكر من يكبر لا تجي وحدة اقصد حرب وتاخذه. أبدي أسجل؟ أبدي؟ يمه هيلة أنا حسين مشتاق لك ومشتاق للشيلة والتشرغل وريحة المسج والعنبة مشتهارك المني دت يمه. أنا زين الحمد لله أبشرك بطلت الجقاير أخاف أموت يمه لا تصرفين الغاليات علي. السلام عليكم. عليكم السلام الله. عليكم السلام. اي شاي رحمة لأمك شاي. هاك. لا سجل. لا تشيلوا هذا من مسوي؟ أنا مسوي. لك منين جايب هذا الهزاب؟ من الليفة.
صباح وليلي، أدري بيك راح تسمع هاي رسالة. أوصيك لا تبقى بهذا البلد، لأن يومية تنولد بي حرب، أخاف عليك تبوقك مثل ما باغت كل هاي الزلم. سافر وليدي، لأن ألم الغربة أعتقد أهون من ألم الموت. رجعنا لكم أعزائي المشاهدين، رحب من جديد بفنان الشاب ملاك عبد علي. أهلا ومرحبا بك مرة أخرى ملاك. أهلا ومرحبا حبيبي. ما أعرف المقطع الأخير شوية خلاني أستغرب بصراحة، ضايقت جائزاني ما فاهم الفكرة. يعني شنو الرسالة اللي ردت توجهها من خلال هذا الفيلم إنه اترك البلد وهاجر؟ فيلم كاسيت أول شيء، خلنا شيء بسيط عنه. هو إنتاج استاذ حكمت سنة 2012. طيب. كانت حقيقة قبل الهجرة اللي صارت حاليا للشباب. الهدف الرئيسي إن أنا أصدقائي من بعد 2003، أصدقاء لا. الدراسة وأصدقاء العمل والاختصاص والفوتوغراف والسينما والموسيقى والتشكيل وكل فيلم هاجروا بسبب الوضع اللي كان بال 2006. طيب. فكان أكو حلم كل شاب عراقي بأنه يهاجر. أول شيء أنا رسالة من هذا الفيلم كلش مهمة، بأنه الحرب لا. يعني مو بس حرب، بأنه حرب بين بلد وبلد وكذا، أكو حرب نفسية، أكو حرب سياسية. فمن يقول له يعني لأنه يومية تنولد به حرب هذا البلد، لا. فمو معناها بأنه يومية أكو حرب عسكرية، وإنما أكو حرب نفسية، أكو حرب يعني ما أعرف شو أنا أوصف لك إياها. فهاجر لا تبقى بهذا البلد، لأن يومية تنولد به حرب. مو هي مو دعوة للهجرة، إنما حقيقة بأنه يعني المفروض الفيلم هو رسالة. نعم. فأعتقد إذا يشوفه أي شخص مو أنه يتأثر بأنه لازم يهاجر، أو الحديث عن واقع يشوفوا الناس أيضا المختصين. ما هو الواقع مبين أنه إحنا يوميا تنولد حرب بهالبلد بشكل أو بآخر. بالضبط. يشوفوا الناس لكن المختصين، لكن هو إحنا كيف نواجه هاي الحرب وننهض بالبلد، مو كيف ننهزم من الحرب هاي. يعني الهروب مو علاج، مو هذا مو علاج صحيح، بس بالمقابل إحنا سوينا بعدها تجارب يعني بها نوع من الأمل، رغم ما إحنا في لحظة سياسية دمر بها البلد كلش قلقة. يعني أسأل أي مواطن عراقي تجد تفكر هسه، ما يقول لك أريد أهاجر، بس هو دا يشوف أكو أشياء بغير بلدان جميلة متوفرت لهم، حياة إنسانية، يهتمون بالمواطن مالتهم، بلدك واصنع الحياة والإنسانية وحاول تغير. أكو ناس باقين، والدليل بأنه احنا باقين وقاعدين بالاستوديو قاعدين نصور، مو صحيح، قاعدين ننقل هاي الحياة. بس اللي راح يشوف هذا الفيلم ما راح يبقى. أعتقد بأنه الفيلم رسالة، وأكو رسالة هي توحي بشكل عام، أو هي تعبير يمكن ملك هنا تعبير عن الواقع المرير، وأيضا هي تعبير عن واقع الشباب، واقع الفنانين، واقع الإبداع أصلا بصورة عامة يعني، وهي هاي الحقيقة. الفاينل القفلة كانت مال الفيلم، إيه الفاينل القفلة، إنه فعلا أخذت كتير من السنين العمر. يلا بدنا نقول إنه بكرة إن شاء الله. هذا الشخص الرسام اللي هو صباح حمد، صديقنا رسام تشكيلي، يعني هو فكرة الفيلم بأنه هاي الجنطة اللي فتحها اللي هي الكاسيتات، هي هاي وسائل لجنود عراقيين بحرب الخليج الثانية، يعني مسجلين، كانوا يسجلون وسائل بالكاسيتات، مواقفهم الكوميدية، وسائلهم لحبيباتهم، لأمهاتهم، لأولدهم. فهاي الرسالة، هو أبوه مات يعني، راح استشهد بوقتها، بس قصد بأنه هو دا يقول بأنه لا تبقى بهالبلد من خلال الكاسيتات، لأنه هي يومية تنولد حرب. فمن 91 بالضبط، من الحرب الخليج الثانية لحد هاي اللحظة اللي صورنا بها الفيلم، احنا عايشين في حرب مستمرة. ايوه هاي حقيقة. لا هو احنا راح نظل ما شاء الله هيك حتى خلاص بعد نكمل البرنامج نحضر جوازاتنا. لأن العراق وصافر. العراق والعراقيين لو شوي ارتاحوا يمكن 6 أشهر لمدة 6 أشهر أو سنة، مو بالكثيرة يعني، أنا متأكدة أنه راح ينهضون نهضة كبيرة جدا، وهذا ما راح يكون من مصلحة العالم بأكمله. أنت من الشباب المخرجين اللي فازوا في مهرجان الخليج السينمائي في أحد دوراته بجائزة أفضل مخرج عن فيلم كاسيت، يعني تعرف شو تعني لك أنه هذه الجائزة لما تستلمها؟ ألف مبروك لك، وإن شاء الله راح تكون جوائز كثيرة لك ومن الشباب المخرجين السينمائيين، ممثلين سينمائيين، بما أنه إحنا نعاني
من غياب، من موت، من تغيب، من ما أعرف شو نريد نسميها للسينما العراقية. يعني نحكي عن الجائزة. جائزة أخذتها سنة 2012 دورة الخليج السينمائي في دبي، الدورة الخامسة كانت. كانت أول جائزة لي دولية. الجائزة كانت كلش مهمة لأنه يعني الفيلم كتب عليه مهرجان وكتبت عليه الصحافة الخليجية بأنه هو مصنوع بطريقة مختلفة. نعم. يعني أنا مثلا شفتو فيلم كاسيت المشاهدين أيضا شافوه، يعني ما مطلع الحرب وإنما الإحساس بالما بعد الحرب. نعم. والتفكير للمستقبل. نعم. فاعتبروا بناء طريقة جديدة فحصلت على جائزة أفضل إخراج. يعني ما نقول إحنا في ضياع هسه بسبب ماكو مو طريقة الإنتاج السينمائي الموجودة المتوفرة بالعراق، أكو شباب حلوين قاعدين يشتغلون. طيب السؤال، هو اسم الفيلم هذا قبل قليل نعم كاسيت، يعني بالإنجليش كاسيت. كاسيت هو نفس الشيء مو صحيح؟ إي بالضبط. طيب عندك فيلم ثاني شنو الأفلام اللي آخر فيلم اللي كان سلايد. سلايد سلايد هو من بطولة الفنان الكبير رائد محسن وفكرة سالم وفاضل عباس وشاهندة، شباب وأستاذ رائد، سوينا فيلم سلايد. أيضا يحكي عن مصور السلايدات حربي عاش منعزل في على نهر دجلة في غرفة. موجودة عندهم صحيح؟ موجودة إعلان الفيلم. طيب. الفيلم حاز يعني شارك مهرجانات يعني عدة، بس آخر مهرجان كان مهرجان تطاوين للفيلم العربي القصير في المغرب، حصل على جائزة أفضل موسيقى تصويرية اللي هو ألف الموسيقى الأستاذ الدكتور دويد فاضل الخفاجي. دويد فاضل الخفاجي هذه أول جائزة له كموسيقي وأول جائزة للسينما حقيقة بصورة عامة من تاريخها، بأنه أكو جائزة للموسيقى التصويرية. تكلمت قبل قليل عن الإنتاج، يعني الملفت للنظر بأفلامك ملاك أنه تنتج بميزانية قليلة وتحوز على جوائز ما شاء الله، لكن ربما أفلام أخرى تنتج بميزانية أكبر لكن ما تحصل أي شيء، شنو السبب رأيك؟ السبب وعي بأنه قلة الوعي. نعم. قلة الوعي الإنتاج داخل العراق. أنا ما أقول لك بأن أنا عندي خبرة كبيرة بصناعة الأفلام، هاي أفلامنا يعني هي أفلام تجارب إحنا، لأنه دائما نقول إحنا ما عندنا سينما، إحنا عندنا أفلام. نعم. لأن السينما هي يعني هي صناعة، هي يعني وليدة علم وليس وليدة فن، هي صناعة من الألف يعني بالضبط. فالإنتاج إحنا بالعراق إحنا ما يعني ما عندنا، جتنا فرصة واحدة حقيقة وماكو الشباب ما أخذوا ولا حق بها أبدا، اللي ما أخذين جوائز. وين الفرصة هذه؟ فرصة بغداد عاصمة الثقافة العربية. تمام بالضبط. وليش ما أخذوا فرصتهم؟ ما أخذوا فرصتهم لأنه مشكلة بالهيئات الموجودة داخل وزارة الثقافة. نعم. بأنه مفروض أكو هيئة استشارية تعرف بأنه أكو شباب مبدعين من ضمنهم لؤي فاضل اللي شارك بأكثر من 40-50 مهرجان وأخذ جوائز كثرة، من بينهم شباب المركز العراقي للفيلم المستقل، شباب اللي هم عليهم علاقة بإنتاج الأفلام القصيرة، محمد دراجي وعدي رشيد، منهم هند حيالي وحيال العلاق، دول شباب أخذوا جوائز ضخمة ومهرجانات مهمة. آخرها سلام أخذ جائزة في مهرجان برلين السينما اللي يحلم أي شاب أو أي صانع فيلم بالعالم بأنه حصل جائزة في مهرجان برلين السينمائي. ما كانوا يعرفون بأن إحنا موجودين عظيمة. موجودين إحنا. فالحقيقة أنا ما بدي أحكي عن المواضيع علما نطول أفلام، نطول أفلام لأسماء جدا معروفة ورائدة بالسينما، بس بعد ما شاهدنا عرض الأفلام كانت مخيبة للآمال. طبعا تحياتي للشباب بالكنترول، الظاهر ما منتبهين علينا، هذا السؤال سألته قبل خمس دقائق، نتمنى أنه تغيره. عموما ملاك اليوم يعني تجربتك ناجحة بإنتاج عمل متميز فاز بجوائز بميزانية جدا قليلة، صنعنا شيء قدمناه للعالم وبرزنا به الموهبة العراقية. هل هاي التجربة ممكن أن نطبقها اليوم؟ إحنا اليوم عندنا أزمة مسرح، أزمة سينما، أزمة دراما، والسبب الأبرز أزمة سياسية. خلينا بالفن، خلينا بالفن. السبب الأبرز كل ما تسأل شنو سبب الأزمة سواء إداريا أو مختصين أو فنانين يقول لك التقشف، ميزانية ماكو. نعم هي محبطة للغاية. ما هي نفس الشيء، شفت أنت؟ طيب. أنت جاوبت نفسك، هي شيء ميزانية بالشيء آخر. أوكي، أنت بميزانية قليلة قدرت تصنع شيء، ممكن من خلال هاي التجربة أيضا أن نرجع ننهض بالمسرح. أكو ما يسمى بدول العالم بالمسرح الفقير، فبالتالي نقدر ننهض بفقاء الإمكانيات اليوم بمسرحنا.
يعني مسرحنا ولا سينمتنا اكو أي قضية قطع. المهم قضية الفن ينهض القضية مهمة احنا نعم. يعني حقيقة هسه حاطين شماعة التقشف وموجودة وما شنو احنا نقدر نصنع هذا الموضوع بس هذا الموضوع اذا بقينا به مستمرين خطأ لانه صناعة المسرح صناعة السينما كل دول العالم الأوروبية يحتاج لنا ميزانيات مهولة تساعد الدولة بجزء من شوف هسه اذا تشوفون يعني الافلام اكو اكثر من لوجو اكو اكثر من راعي لكل فيلم هسه احنا قمنا نسعى حقيقة لانه ماكو حل ويا الدولة نسعى بانه ندز كل مهرجان الى يعني الى بانه يكون داعم للفيلم مالتك فيعطيك جزء من مبلغ او يعطيك مثلا يساعدك في ما بعد مرحله التصوير تعرف هنا هذه نكمل مونتاج مالتك ادراك مثل ما انت قلت يمكن ملك هنا وعيهم وادراكهم مساله التسويق مساله انه واحد يتبنى هذا الفيلم يعني مثلا انت من تدز لجهه معينه او لشخص معين ممكن ويتبنى ويتبنى هذا الفيلم مالتك بالتالي انه من يصرف عليه راح يكون يعود عليكم ايضا بالمردود المالي الكبير هي هنا المشكله هم ما عارفين منال انا احكيها يعني قدام المشاهدين بان احنا كل افلامنا مشاركه اصدقائنا مجانا يعني انا مثلا استاذ رائد محسن قرأ النص وقال شباب راح يشتغلون فيلم سينمائي داخل بغداد يعني وجه كبير بتاريخه مع كل الشباب اللي شافوا في فيلم سلايد او فيلم كاسيت او فيلم صور يعني اشتغلنا مجانا بس احنا حقيقه انا يعني بداخلي مقهور لانه المفروض كل شخص يتمتع بصنعته يعني يتمتع باحترافيته بانه انت شلون تعتبر نفسك انت محترف انت تعتبر محترف بان تاخذ اجر عن يليق عملك عم تعيش من هاي الصنعه بس احنا مو نقدر نعيش من هاي الصنعه لا تعيش وبالتالي تبدا احنا باقين صحيح. نشتغل بيها بس هي حقيقه بانه احنا لازم نعيش من هاي الصنعه ما نبقى نظل كل لمدة سنين بعد منها العشر سنين نبقى نشتغل مجانا طيب نصنع أفلام وهاي الأفلام ده تطلع لخارج العراق وتمثل البلد نعم. وعلى فكرة اسم البلد يندكر قبل اسم المخرج بالفيلم بالتأكيد من يستلم واحد جائزة نعم ملاك أنت فوتوغرافي متميز أيضا بالإضافة إلى عملك بالسينما الفوتوغراف ماذا أضاف إلى عملك السينمائي شنو فادك طبعا أضاف الكثير لأنه أنا أول شيء أبويا يعني ينطي الصحة والعافية عبد علي مناحي تحياتنا إلى الله يسلمكم يعني هو رائد من رواد التصوير الفوتوغرافي بالعراق تعلمت منه هواية أشياء يعني وتعلمت منه لأنه هي أصل الأصل السينما هي أصلها فوتوغراف لأنه هي لقطة ثابتة لكنها تحركت بعدين وصارت السينما الفوتوغراف على يعني دائما نحكيها وكل الناس حاكيها والكتب ذاك بأنه 30% من شخصية المخرج السينمائي لازم أن يكون فوتوغرافي لا. لأنه التكوين والضوء والعدسات كلها عندك كلها لها علاقة بعملنا هسه بالسينما طيب ما هو المشروع المستقبلي إن شاء الله المشروع المقبل بإذن الله تعالى المشروع المقبل يعني فيلم بعد ما مسميه حقيقة يعني بس قاعد نكتب به أنا وصديقي الكاتب حيدر جمعة فيلم قصير يتحدث عن مطربة سابقة هو روائي طبعا وثائقي يعني مطربة سابقة من أهل الموصل جت مهجرة للعراق راح نشتغل على الموضوع الإنساني بأن هي شلون تركت الموسيقى بسبب دخول داعش للموصل طيب أيضا ماذا عن درس السينما في معهد الفنون الجميلة في كلية الفنون الجميلة وشنو مفهومك للسينما اللي أنت تعمل بها أيضا هناك دروس هناك يمكن أنت موجود حاضر في كلية الفنون الجميلة بمعهد الفنون طبعا أنا خريج معهد الكلية بالتمام شنو يعني اليوم شلون تقدر وتقيم الكلية والمعهد الفنون الجميلة يعني أقول قضية دائما أنا أقول بأنه الكلية والمعهد يعلمون نظري حقيقة مو عملي وهاي عشناها هسه حاليا شوية تغير بأنه دخلت الأجهزة المتطورة شوية للكلية مثلا بقسم السمعية والمرئية قسم الفنون السينمائية يعني سووا لهم استوديو تلفزيوني مثل هذا الاستوديو يعلموهم يدربوهم بالناحية القسم التلفزيون السينما أكو كاميرات وكعدسات بس بحاجة أيضا الكلية إلى التطوير بمناهجها يعني وزارة التعليم العالي كلية الفنون الجميلة لازم تطور المنهج الحديث للسينما احنا كل لحظة دا نتأخر بيها 30 سنة العالم متقدم طبعا فلازم نوصل على الأقل 10% للتقدم
تفكيرهم وتقنيتهم اللي وصلها مثل سينمات هوليوود أو لو وضعت اليوم السينما العراقية بمقارنة أو بمرحلة للسينما الهندية والسينما المصرية وبقية السينمات في العالم، يا مرتبة راح تحطها؟ راح أقول لك الأولى بس بشرط اللي هي كل السينمات الهندية ولا المصرية هي سينما شباك تذاكر. إحنا مشكلتنا بأنه تسويق وتسويق بالضبط. نعم. فإحنا بمشكلتنا بأنه ما عندنا دار عرض في بغداد. ما عدا هسه الأمل الوحيد هي دار العرض اللي استحدثت بالمولات. اللي كل العالم يعني موجود دار العرض. المولات. طيب يعني قضية مهمة يعني هسه إحنا حكينا على موضوع الإنتاج حيدا. نعم. موضوع الإنتاج. يعني انت اذا تسوي فيلم هسه يعني واحد سويت لقاءات بسيطه مع ناس طالعه من افلام المول مثلا الافلام الاجنبيه وبوكس اوفيس يعني احدث الافلام، قلت له انت لو شفت فيلم عراقي داخل السينما قال ليش هو اكو فيلم عراقي؟ ما يعرفون. زين اذا انت هسه صناعه فيلم هو شعبي وبالمقابل فني حلو وبي نجومنا العراقيين وحلو وعلنت عليه وسوقت عليه داخل بغداد او داخل العراق كله، وانت بالضبط عندك 10 صالات لا 6 صالات في بغداد بس اللي هي بالمول اخذت ثلاثه منهم. خل اذا بدنا نعوضه ثلاثه منهم باسبوعين مثلا. طيب الفرق بين ذولاك واحنا بانه هم عندهم مثلا فد 800 او 1000 او 2000 او 3000 صاله عرض بنفس اللحظه. نعم. تعرض الفيلم فبنفس اللحظه ترجع لك ايرادات الفيلم وانت رابح وبالايرادات المهوله يعني. وهذا الدليل بانه الشركات الخاصه في السينما الهنديه والسينما المصريه تشتغل اكثر من الدوله لانه عمليه تجاره، عمليه صناعه وتجاره. طيب وفق هاي المعطيات اللي تحدثت فيها وظروف الانتاج السينمائي بالبلد، كيف تشوف مستقبل السينما الشباب بالعراق؟ يعني بعد احصائيات بعد 2003 اعتقد بانه السينما العراقيه حققت ما لم يحقق تأسيس السينما العراقية ب 99 فيلم الروائي الطويل. هذا كحاضر لكن المستقبل المستقبل انت المستقبل اكو محاولات كلش هواية لشباب حلوين قاعدين يشتغلون. أنا يعني كلش مؤمن بالشباب الموجودين اللي يحبون السينما. نعم. حق مثلا المركز العراقي للفيلم المستقل. أنا بلشت بذرة صغيرة مع صديق إلي بمنظمة السلام الرافدين، أسسنا مركز السلام والفن. نعم. دا نحاول نسوي ورش، دا نحاول بأنه نلقى بصيص أمل بأنه نبقى نستمر عم نشارك وما ننقطع بهذه المهرجانات. بس إحنا يبقى بأنه الشغلة التسويقية الفنية غير للجمهور، خلنا نحكي بطريقة التسويقية الفنية. نعم. بأن إحنا ما عندنا مهرجان دولي يعني يعني مهم جدا بصناعته بتنظيمه، عم يعني نوجه عيون الصانعين الافلام بالخارج الى بغداد. طيب ملك شكرا جزيلا لك، اتمنى لك الموفقيه والنجاح. شكرا انت ولبقيه كل الزملاء والمبدعين الشباب. شكرا جزيلا. شكرا شرفت بكم. شكرا. حلو لو ان يكون لك اكيد. حبيبتي المشاهدين، البعض يحلم ان يكون لاعب كره قدم من الطراز الرفيع ليتذوق طعم الشهره والسعاده والثراء. الدماغ التقط هذه الرساله فقام في غفله من الزمن بنسج خيوط فيلم قصير يحقق فيه الحالم هدف يصعب تحقيقه على ارض الواقع. انه حلم في اليقظه حقق له ما يريد في غمضه عين، لكنه حلم في عالم افتراضي، كحال الشاعر المتيم قيس بن الملوح عندما يقول: تحدثني الأحلام إني أراكم فيا ليت أحلام المنام يقينا. عن الأحلام والأمنيات أعد لنا الزميل يزن ساجد هذا التقرير. صباح الخير أعزائي المشاهدين، كثيرة هي أحلام الشباب وبعض الأحلام تكون مرافقة لصاحبها، حيث أجرى استطلاع في بعض الدول العربية عن تلك الأحلام، فبعض الشباب يحلمون في الإمارات بامتلاك سيارة حديثة والزواج من فنانة مشهورة، أما في لبنان فيحلمون الشباب أن يكون عارضين أزياء، أما في مصر فكان الحلم هو التقاء صورة مع فنان مشهور. فقدنا لهذا اليوم ما هي أحلام الشباب في العراق، تابعونا. كان حلمي أدرس اللغة الكورية،
بس ما متوفرة هاي اللغة بالعراق، فحاولت على اللغة الفرنسية، وكان حلمي انه اشتري سيارة حديثة و يعني اسافر حضور حفلة فرقة اسمها EXO. والله حلمي اكون مثل كاظم الساهر واجي الساهر عندي جمهور، سيارة اخر موديل وزوجتني اكيد يعني امشي وهسه شالت ببالي. ليش ما تحاول تحققها؟ صعوبة طبعا، القناعة كنز اللايف، انا اريد احلق بالفضاء يعني لا اكثر ولا اقل. الحلم الثاني اللي هو الزواج ثلاث نسوان. ليش ثلاث نسوان؟ ليش؟ واحدة مثلا تزعل تروح على اهلها، مثلا واحدة مريضة، خما حير يعني حير بومري اخر رجال ومن حقي. حلمي انه اول شيء اشتري سيارة، اكيد ورا ما اتخرج ان شاء الله وانجح دور اول اشتري سيارة. أكون مشاهير مثلاً مثل مشاهير هوليوود، أو أكون فد نجمة أو ستار عالمية. حققي معتها ولا واحد؟ إن شاء الله، لأن واحد على شنو عايش غير حتى يحقق أهدافه. حلمي من أنا صغير طبعاً أحب أكون كاتب، كاتب روايات، كتب، أكون محلل سياسي مثلاً. وهذا حلم يعني ما ودي من أنا صغير، وأتمنى إنه أحققه، ومن حقه أكون مشهور مثل ما يكون. مثل ما الناس موجود مشهورين، احلم انه اكون مشهور، احلم انه هذا الحلم دائما يكون وياك مستمر. طبعا ان شاء الله، الانسان اللي ما عنده اراده وما عنده طموح وما عنده حلم بالاساس ما يحقق اي شيء من حياته. شنو احلامك؟ والله احلامي وانا بالصغر طبعا من كنت صغير احب اصير انسان مشهور، مشهور يعني من اصعد السياره اقول هذا العالم بعد يطلع بالتلفزيون لو انسان مشهور والعالم قاعد يطلع عليه، يكون مثل الفنان كاظم الساهر شلون مشهور. على الإنسان أن يسعى لكي يحقق أحلامه حتى تصبح حقيقة بعيدا عن الخيال والتأمل. لبرنامج صباح الخير، يزن ساجد، بغداد. طبعا أريد أسأل يزن يعني أحلامه شنو؟ أحلامه؟ أنت أحلامك شنو؟ أنا أحلامي شنو؟ رح أظل تفكر؟ لا جواب بسرعة. ها أحلامي جواب بسرعة، يعني أول حلم يخطر بالي أنه أمتلك مشروع خاص بي أني أديرة. حلمي أنه نتوحد بصراحة، يتوحد الشعب العراقي توحد هذا حلم حقيقي ويرجع العراق شخصية. لا مو يرجع العراق، يكون أفضل من الوطن العربي، أفضل حتى من زي أنطيني حلم شخصي، لا تهربين من السؤال. حلم عام هذا مع الوطن يرجع، كلنا نقولها. إيه؟ هذا حلمي الوحيد بصراحة. لا تفكرين، وهاي نفس المساويات وياي يسويها. حلم شخصي شنو؟ لأنه إحنا عايشين بهذا البلد، نتمنى إنه نكون أفضل. إذا كان البلد هو يعني ممتاز. ما تجاوب مصرة، ما تجاوب. حلم شخصي. هو هذا حلمي. اليوم ما نطلع. بصير الساعة 12 ما نكمل. إذا المشاهدين الضيفة مرة حبيها. نستضيف دكتورة وجانا عبد. صيروا وياي. جاوبينا حلمي الشخصي شنو؟ صباح الخير أهلا وسهلا. أكيد تريدين تعرفين حلم منال الشخصي دكتورة، قولي. يقول. يعني نعيش بأمان وسلام يعني كفانا يا ضياء الوقت. أوكي يلا خوش. بعدين بالآخر ممكن ندخل على الجانب الشخصي. دكتورة بداية نلاحظ أنه بعض الأحلام الشباب لا علاقة لها بالواقع بتاتا، شنو التفسير لهذا الموضوع؟ يعني هل يتأثر بالمرحلة العمرية أم هذا موضوع يعني ما عدا المراحل العمرية؟ هي بدءا أول شيء إحنا لازم نعرف أو نتحدث عن شيء محدد اللي هو أحلام اليقظة. من دي نقول أحلام الشباب، الأحلام ترى معروفة، هو الحلم اللي الإنسان يكون غايب عن الوعي. أما أحلام اليقظة فهي صار كمصطلح متعارف عليه أحلام اليقظة، بس هو مو حلم وإنما أمنيات يدخل فيها الخيال. نعم. واستجابات قد تكون صعبة يعني مستوى طموح عالي جدا. نعم. استجابات هي تكون بديلة لاستجابات الواقع، فهي أساسا لأنه بالواقع تكون بعيدة المنال. نعم. الإنسان يبدي يتخيل ويتصور إلى أن ربما تكون مستحيلة وربما تكون بعيدة المنال. نعم. فيبدي يشتغل عاد هنا جانب الخيال بالعقل والصور، وانه راح يوصل وكأنه فيلم سينمائي، يعني هو يدخل في هذا الحلم الجميل كأنه فيلم ويعيش به ويتأمله ويوفر له نوع من الراحة. بعدين هناك بلحظة لوهلة هيك شيء مثلا يبعد على صوت ومدى الصيح لروح جيب النصمون. هم الأسوياء، الناس الأسوياء
سرعان ما يرجعون للواقع. طيب. أما الناس الغير أسوياء لا يظلون يستغرقون في هذا. طيب الاستغراق أكيد راح يكون إلى مضار سواء نفسية أو حتى اجتماعية، يمكن البعض يبقى عايش في هذا الإطار وأحلام اليقظة، بالتالي ما يقوم بأنشطة الحياتية اللي ممكن تفيده، يهمل دراسته. نعم. البعض الآخر يبدأ قد يلجأ للتزييف في يعني في سبيل تحقيق ولو شيء مزيف من هذا الواقع، يجوز يبدي يكذب على الناس اللي ما يعرفوه على حقيقته. مثلا واحد يحلم بالشهرة يقول لهم أني شخص بعدني بداية الفن راح أصير مشهور، أو ينتحل الشخصيات على مواقع السوشيال ميديا ويدعي أنه هو كذا أو كذا أو كذا، عايش اللقطة يعني. حتى يحقق له هذا حلم الواقع. هذا إذا استغرق طبعا، هذا هم يكون مرض نفسي. نعم. إذا أنا هو لما راح يستغرق بي ويعني يطلع من الواقع يبدأ يعني يعيش الحلم أو يحاول يعيش الحلم، يشوف الواقع صعب. نعم. ربما يرجع إذا يعني هنا أنا ما ظلمت الناس اللي من تحليل الشخصية مثلا على الفيسبوك، من قلت إنه هم مرضى نفسيين. فعلا مرضى نفسيين هي حالة، لكن هي شوفي الفاصل بين الحالة الصحية والمرض النفسي هي مو في النوع أو في الدرجة. يعني أكو تدرج، إحنا ما رأسا نقول هذا صار مريض. نعم. ربما اكو شخصيه مرضي يعني. لا. سنين انت تتكلمين أصحابي. سنين تتكلمين بشخصيه واسم احد غيرك. اكيد هذا مرض، هذا حال. شو تريدين نسميه؟ احيانا هو مرض كذب فقط، واحيانا هو يعيش يعني هو ما يميز، يوصل مرحله معينه لما يستغرب بالاحلام يوصل مرحله معينه ما يقدر يميز بين الواقع وبين الحلم. وهذا مرات بعض المراهقين لانه مرحله المراهقه شويه فعلا معذورين يعني، فيصير عندهم ما يسمى بالتخيل العقلي، يعني هو فعلا ربما يصل مرحلة كأنه يسمع صوت الشخص مثلا اللي يحبه أو اللي يعني الشيء اللي يريده، يعني يتخيل أشياء هو ما يميز إن كانت حقيقة أو غير حقيقة. تذكر هنا حالة طبيعية لأنه هي المرحلة العمرية إنه هي بها تغييرات فسيولوجية، تغييرات نفسية، تغييرات جسمانية عقلية إلى آخره، يعني فهي مرحلة انتقالية ما بين الطفولة وما بين الشباب. طبيعية أن يميز بين الواقع والخيال، أما إذا وصل مرحلة ما يميز هذه أبنورمال. طيب أكو بعض العوامل اللي تساعد على زيادة حدة أعراض مرحلة المراهقة أو أحلام اليقظة، مثلا السوشيال ميديا، مثلا وسائل الإعلام، ما يعرض في التلفاز، إلى أي مدى ساهم بتغذية الواقع الافتراضي أو أحلام اليقظة مثل ما نسميها إحنا اليوم، وسحب الشخص عن أحلامه اللي ممكن تحقيقها، عن الطموح المشروع، عن ممارسة حياته اليومية، وزرع مفاهيم خاطئة أو أحلام خاطئة أصلا من المستحيل تحقيقها. نعم، هو بالحقيقة أنه هذه التكنولوجيا وهذا التطور اللي صار هو سلاح ذو حدين، يعني لربما هو بنفس الوقت سهل الأمور أنه أنت تحلم بأشياء كبيرة. أنت مثلا مخرج سينمائي، لما تشوف هذه الأمور الكبيرة في بلدان أخرى لربما بالمستقبل أنت تطمح وتوصل لها. هذا طموح مشروع، هذا ما يخالف، بس هي صعبة في بلدنا. وصلش هذا صعبة في بلدنا، لكنه تسعى وتكون عندك إرادة وإصرار إلى أن توصل. وأكثر المبدعين ترى هم كانوا كثيري الخيال وكثيري أحلام اليقظة، لكنه لما هو الواقع مالته كلش بعيد عما يحلم عنه، شيء يعني ما نقول بعيد منه وإنما مستحيل أن يوصل له. هنا طبعا راح يجر المراهق أو الشاب إلى الاستغراق في أحلام اليقظة، وإذا طلع للواقع وتعب يرجع يظل في أحلام اليقظة. وأحيانا أحلام اليقظة يعني شخص ما بيها شيء مفيد، أنه يتمنى أن يصير مشهور، يتمنى أن يصير عالم، يتمنى أن يصير ثري، يعني هذا شيء إيجابي. لكن أحيانا أحلام اليقظة إذا ما تحققت على أرض الواقع تكون بها أضرار للشخص. على سبيل المثال لفت نظري إحدى المتحدثات، عقبنا عليها قبل ما نطلع جو، انه تريد تتعلم اللغه الكوريه ومتالمه لان ملكتها موجوده بالعراق، فما راضيه، راحت تعلمت اللغه. طموح ما يحقق لك شيء، انا متاكد هذا الطموح نابع من الافكار الخاطئه اللي جرعتها المسلسلات المدبلجه الكوريه. قلنا انه انا بنتي تحب تتعلم اللغه الكوريه، بس احنا البنات تسافر الكوريه. البنات اكثر من مره داولنا موضوع فتى الاحلام وفتاه الاحلام وطموح المراهق ورسمه بالخيال. انا مو ياكب هاي النقطه، انه دخلت المسلسلات التركيه كلهم قاموا يحلمون بالبنيه الشقراء والعيون الزرق والبنات الشاب الازرق والعيون الزرقاء. بس خلي اكمل الفكره، كملت المسلسلات التركيه، دخلت المسلسلات الكورية تغيروا نهائيا، قاموا العيون الزرقاء راحت، قاموا يدوروا لهاي العيون اللي هيك المشروطة والقصار والرفاع.
اذا هاي شنو هذا تاثير خاطئ، هاي احلام يقظه غير مفيده للانسان. بس يمكن هذا التغيير نعم. السريع هم يساعدك اسرع انه تقدر تغير حلم الشغل. يعني تتعلم كوري تتمحن تتامل انه اذا تعلمت كوري عبالها راح تسافر الكوريا تلقى البطل اللي بالمسلسل اللي تحلم ممكن اللي عجبها راح تتزوج. واسعه بالعمل على فكره. نعم اي بس بابا هو شوف احنا ترى اطفالنا مو اطفال عاديين. نعم. يعني أنا بنتي عمرها 12 سنة من أقولها هذا الكلام اللي تقوله تقولي أنت مدى تشجعين الإبداع يعني هذا جوابها. يعني القصد أنه مثلاً أنا أتعلم سواء لغة كورية أو لغة فرنسية أي لغة هي خما حتروح الفرنسية يعني هذا مو بالضرورة أنه يتعلم لغة. لكن إحنا مع التعليم كيف ما كان لكن السبب من التعليم هو هذا اللي راح بالأخير يخليك شنو راح تستفادين من التعليم. مو أنت دا تحكي عن أحلام أحلامك هي الأحلام اليقظة هي ما أنت ترغب به شيء اللي أنت تحبه بحيث يعني تشعر بمتعة. أنت ما ترى هو الأحلام اليقظة شيء نورمال طبيعي ماكو واحد ما عنده أحلام اليقظة واللي ما عنده هذا هو شيء كأنه إنسان آلي هذا شيء مطبيعي لكنه المبالغة بها هذا هو اللي مطبيعي. يعني أوكي أتعلم كوري مثلا لغرض ممارسة العمل فرص عمل بالتأكيد مثل ما قالت مرة تنفتح أمامي لغرض تعلم لغة قليل موجودة بالعراق هذا الدافع هذا السبب لتعلم اللغة الكورية أوكي لكن أتعلم كوري لغرض السفر إلى كوريا حتى ألتقي بالفنان اللي مثل المسلسل المدبلج لأن عاجبني وأتخيل أنه ممكن رح أتزوج ليش لا هو مرات إذا كان السبب مثل ما تقول مباشر أنه هذه الشخصية هذا حلم مؤقت حلم مراهقين مؤقت يمكن اذا كان تحلم على مسيره الحياه طول الفتره راح تظلم نفسها بالكوري مثلا خليهم الفرصه شباب على مود مسلسل مدبلج خلي يحلم وخلي يتعلم لان عنده بالانترنت الجوجل بسهوله يقدر يتعلم مو فد شيء يعني صعب لكنه الشيء الصعب انه هذا يمكن اقول لك احنا عندنا اطفال يعني عمرهم 12 13 يتعلمون لغه كوريه مو بده يتعلمون يدخلون بالنت ويعني مع العلم هي مو سهله دكتوره بس يعني ضابطيها كلمات يكتبوها وكذا ممكن لكن كتعليم اكاديمي اضيع 4 سنين برافو يعني عليهم انه بصراحه يمكن انا اخالف الراي زميل حيدر ليش لانه هم يعني رايك على ابنائك حتى شجعهم بطريقه حتى لو تغير مساره بس بطريقه دكتوره جيبي لنا احنا من الشباب الثمانينات وحتى السبعينات وايضا وصولا للتسعينات جيبي لنا التسعينات او اقل لحد الثمانينات نهايه الثمانينات منو يتقن اللغات قليل جدا لانه ما كان اكو الانترنت ما كان هذا الانفتاح ما كان اكو هذا التلفزيون ما كان اكو هذه المسلسلات المدبلجه وغيرها اللي تاهلنا تخلينا نتعلم لغات. طيب وين المشكله بالعكس مشكله انه احنا ما نعرف لغه هذه سبب المشكله انه ما نتعلم لغه لكن السبب وراء السبب هو خلانا نتعلم اللغات ونكونهم اكثر مثقفين. هل احلام اليقظه برايك دكتوره ظاهره طبيعيه تحصل جميع الناس صغار كانوا كبار نساء رجال اطفال يعني انت تحلمين احلام يقظه تحلم احلام يقظه انا احلم كليتنا احنا عندنا احلام يقظه من احنا صغار من احنا اطفال بدا عندنا العقل يعني الواعي يبدي يشتغل تبدي عندك احلام الطفل يريد يصير كبير الكبير يريد يصير في موقع مركز مثلا محترم وهكذا فهذا الشيء طبيعي وانت تسعى له ولازم يكون عندك طموح لكنه تبقى انت حبيس هذه الاحلام لا عندك أكيد. اصرار ان تحققها عندك اراده حتى لو كان صعب عندك اراده وتسعى لها ام انت جالس ساكن وفقط مستغرق باحلامك وعايش فيها ومستمتع بيها لان بس تخرج من عندها تعيش آلام مو طبيعية لأنه الواقع مر اللي أنت لأن هنا فعلا هنا راح ينضر يعني هنا راح يصير عنده إحباط وراح يتعلم الفشل بطريقة أكبر فيصير إنسان عاجز طبعا الاستمرار الحالة راح تحوله إلى إنسان مريض إما يعني يصير مكتئب أو يصير عنده هوس يقوم يخلط بين الواقع وبين الخيال او يعيش بانعزال. اذا على الجميع انه يعني يخلون الاحلام مع الطموح والاراده. شكرا جزيلا لك دكتوره. شكرا جزيلا على حضورك اليوم. وجدا سعيدين بوجودك معنا. بس احنا قبل نطلع قال اخر شيء نريد نعرف الحلم. ممتاز جدا. الحلم اللي تريده ثق وثق هذا حلمي. وحلمي ان اكون على شاشه عربيه. شكرا جزيلا. اوكي هذا حلم شخصي هذا حلم شخصي حلمي من زمان لازم احقق هذا الحلم في يوم من الايام ان شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا لكل المشاهدين اللي تابعونا الى اللقاء مع السلامه